هناك رواية أيضا جميلة في صحيفة الأبرار عن أبي خالد الكابولي قال قال أمير المؤمنين قال قال علي بن الحسين لما لما سألناه وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين قال إن قنبر إن قنبرا مولى علي أتى منزله يسأل عنه قنبر أتى لأمير المؤمنين يسأل عنه يقول إن قنبرا مولى علي عليه السلام أتى منزله يسأله يسأل عنه يسأل عن أمير المؤمنين قنبر جاء يسأل عن أمير قال وخرجت إليه جارية يقال لها فضة صلوات الله عليه قال قنبر فقلت لها أين علي فقال فقالت الجارية البروج الأعلى فقال قنبر وأنا لا أعرف لأمير المؤمنين عليه السلام بروجا فقلت وماذا يصنع فقالت فضة هو في البروج الأعلى يقسم الأرزاق ويعين الآجال ويخلق الخلق ويميت ويحيي ويعز ويذل ذلك هو علي الذي تسأل عنه يا قنبر يخلق الخلق. ذاك هو علي. أتريد علي يا قنبر؟ علي في البروج الاعلى. ماذا يفعل في البروج الاعلى؟ يخلق الخلق. مثل ما يقولون واقعه اصوله فعل على نحو الاستمرار هيك نوات مالته. يخلق الخلق. الخلق يخلق علي. إن عليا في البروج الأعلى يقسم الأرزاق هل الإمام رازق؟ لا 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 وعم الرزق والخلق فلا كلاوات <applause> ما يفتهمون غبياء ما يعرفون الروايات يقسم الأرزاق ويعين الآجال ويخلق الخلق ويحي ويميت ويعز ويذل أنبر كان مثل ذول المقصرين بس بعدين الله هداه الله يهديهم وإن لم يهديهم فلعنة الله عليهم وعلى صلاتهم وعبادتهم ودينهم قال قنبر فقلت والله لأخبرن مولاي علي بما سمعت من هذه الكافرة قنبر ضربا عنده خطير ما قدر يتحمل قال فبينما نحن كذلك إذ طلع أمير المؤمنين عليه السلام وأنا متعجب من مقالتها فقال أمير المؤمنين يا قنبر ما هذا الكلام الذي جرى بينك وبين فضة صلوات؟ ها آه فضة، شوف فضة تعليق بسيط، فضة إدراكها العقلي استحق أن تعرف علي يخلق ويرزق ويقسم الآجال بأمر الله، استحقت لأن كاملة الإدراك، إدراكها أوصلها إلى هذا الحد أنها تستحق أن تطلع على هاي المعلومة قال: قال أمير المؤمنين: يا قنبر ما الذي جرى بينك وبين فضة؟ قال: فذكرت له ما جرى، وبقيت متعجبًا من قولها، فقال أمير المؤمنين: يا قنبر، وأنكرت قولها؟ قال: نعم يا مولاي، أشد الإنكار، الآن في شخص زنديق إذا قلت أنا علي يخلق الخلق ينكر علي؟ خاصة إذا يعتقد بهاي الرواية. فعلا يعني قاموس السب كله مفتوح، خاصة إذا يعتقد بهاي الرواية، خاصة اكو كم شخص يعتقد بهاي الرواية، أنا إذا قلت مثل فضة: "علي يخلق الخلق، ويعين الآجال، ويقسم الرزق" ويعتقد هو بهاي الرواية، يعتقد فرضا يعتقد، ينكر أشد الإنكار قاموس السب كله مفتوح له طيب قال يا قنبر وأنكرت ذلك قلت يا مولاي أشد الإنكار قال أمير المؤمنين يا قنبر ادنوا مني قال فدنوت منه فتكلم بشيء لم أفهمه ثم مسح على ثم مسح يده على عيني فإذا السماوات وما فيهن بين يدي أمير المؤمنين كأنها جوزه تذكرون قبل قبل قليل قرأنا رواية الإمام قال أن السماوات والأرضين والدنيا كراحة اليد، تذكرون؟ تذكرون حينما قلت لكم أن الإمام يريد يوصل يوصل لنا فكرة وقلت لكم ممكن اكو بعد تعبير أدق الآن تحولت راحة اليد إلى جوزة <applause> بعدين نطلع لكم روايات حبة عدس بعدين ماكو حبة عدس هو الإمام مطلع على كل شيء ما يحتاج يقول لك كيف يرى الكون ما يحتاج قال <applause> 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 أرأيت الكون بين يديه والسماوات والأرضين وما فيهن بين يدي أمير المؤمنين كأنها جوزه يلعب بها كيف ما شاء <applause> يلعب بها كيف ما شاء <applause> قال والله إني قد رأيت خلقا كثيرة يقبلون ويدبرون ما علمت أن الله خلق ذلك الخلق كلهم فقال لي يا قنبر قلت نعم يا أمير المؤمنين قال هذا لأولنا وهو يجري لآخرنا ونحن خلقناه ونحن خلقناهم، ونحن خلقناهم وخلقنا ما فيهم وما بينهما وما تحتهما ثم يسع ثم مسح بيده العليا على عيني فغاب جميع ما كنت اراه حتى لم ارى منه شيئا وعدت على ما كنت عليه. خالق كل شيء مع التعضيد بروايات أن الإيمان فيه صفات الله وأنه هو أسماء الله فهذه الرواية عادية لا شيء نعم هو الخالق أيقنا صلوات الله